مساء الخير مشاهدي العربية، وأهلا بكم إلى التاسعة معي ليال اختيار، أستهلها بأبرز العناوين. نظرا للوضع الجيوسياسي بين البلدين، قررت السلطات القطرية بالتعاون مع الفيفا بتكثيف أعداد قوات الأمن والحماية المدنية. إجراءات أمنية مشددة داخل ملعب الثمامة وخارجه قبيل لقاء المنتخبين الأمريكي والإيراني. نظرا الشتاء يجبر الناتو على التدخل في أوكرانيا، قطع غيار ومولدات لتعويض نقص الطاقة. طهران تستغل اتفاقا أمنيا بين أربيل وأحزاب إيران الكردية يمنعها من الرد على صواريخ الحرس الثوري. بيونغ يانغ تستخدم العملات المشفرة لتمويل برنامجها الصاروخي عبر قرصنة ملايين الدولارات الرقمية. بعد ساعة من الآن تنطلق مباراة منتخب الولايات المتحدة مع المنتخب الإيراني، معركة رياضية تنقلها السياسة وتثقلها السياسة ولا مهرب من ذلك. قبل المباراة نشر الاتحاد الأمريكي لكرة القدم صورة العلم الإيراني الأساسي قبل الثورة الخمينية، أي العلم دون شعار النظام. الاتحاد الأمريكي قال لشبكة CNN إن تغيير العلم الرسمي سيكون لمدة 24 ساعة فقط لإظهار الدعم للنساء في إيران. عدد من مشجعي المنتخب الإيراني حاولوا دخول المدرجات حاملين أعلام بلادهم القديمة قبل عهد خميني في رسالة احتجاجية وداعمة للمتظاهرين، لكن الأمن رفض دخولها باعتبارها لافتات سياسية حسب ما نقلت رويترز. وسائل أعلام رسمية إيرانية طالبت بطرد الولايات المتحدة من البطولة وإيقاف منتخبها 10 مباريات بسبب نشر صورة مشوهة للعلم بحسب وصفها. طبعا مشاهدينا، أي مباراة بين فريقي البلدين دائما ما حملت جانبا سياسيا. الزميل ليث البزاري أمام استاد ثمامة ينقل لنا التفاصيل فلنتابع. تنطلق من خلفي بعد أقل من ساعة من الآن في استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة مباراة حامية الوطيس بين منتخبي إيران وأمريكا في الجولة الثالثة الختامية لمجموعات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. نظرا للوضع الجيوسياسي بين البلدين، قررت السلطات القطرية بالتعاون مع الفيفا بتكثيف أعداد قوات الأمن والحماية المدنية في محيط وداخل هذا الملعب. يبدو أن عدد المشجعين الإيرانيين أكثر بكثير من المشجعين الأمريكان نظرا لقرب دولة قطر من إيران ووجود عدد لا بأس به من الإيرانيين في المنطقة، ما سهل عليهم القدوم إلى هنا. أما المشجعين الأمريكيون فقد حضر الكثير منهم من الولايات المتحدة لتشجيع فرقهم هنا في بطولة العالم في قطر، وكذلك السياحة في الدول العربية المجاورة. من أمام استاد الثمامة، ليث بزاري، الدوحة، دولة قطر. معنا مشاهدينا من الدوحة ليث بزاري موفد العربية. ليث، كيف هي الصورة قبيل انطلاق مباراة يعني الإدارة والنظام من هناك؟ نعم ليال، يعني كما تشاهدين الصورة هي توضح ما يحدث. هناك أمريكيون يحتفلون ويشجعون الفريق المنتخب الأمريكي، وهناك إيرانيون كذلك أتوا من طهران ومن مناطق أخرى من إيران يقومون بالاحتفالات. وإذا أخذنا الكاميرا وذهبنا سويا مع المشاهدين سوف نرصد كيف يتم دخول
الفريقين يدا بيد احيانا لحضور المباراه التي ستنطلق بعد اقل من 56 دقيقه من الان. يعني المباراه التي تجمع ايران والولايات المتحده الامريكيه ستقام في هذا استاد المتهمه، وكذلك سيتم يعني دخول شهدنا دخول الكثير من الحافلات الأمريكية التي وصلت إلى مواقف السيارات هنا. الكثير منهم أتوا من مناطق مختلفة، من تكساس، من كولورادو، من مناطق مختلفة، والكثير من الإيرانيون يعني قاموا بالحديث. هذه طبعا الذي حدث طبعا هنا في هذه في هذا الملعب او قبل دخول المباراة كان هناك حديث شيق. استمعت الى سيدة أمريكية تتحدث مع سيدة إيرانية، قالت لها الذي يحدث سياسيا لا ينعكس ابدا على الذي يحدث في الدوحة أو في مونديال قطر 2022، والكثير منهم يحاول طبعا أن يتقرب من الآخر ويتعرف على ثقافة الآخر. وكان هناك قبل قليل احتفال موسيقي إيراني أو فارسي أقيم في هذه الساحة. كما نشاهد هناك في الخلف هناك احتفالات مستمرة، وهناك العديد من الأشخاص الذين يأتون ويحتفلون يدا بيد. وهناك طبعا هتافات علي كريمي وهو لاعب المنتخب الإيراني، ومن ثم انطلقوا وحاولوا يتعرفوا على بعضهم البعض. إذا أخذنا الكاميرا إلى الداخل ما بعرف لوين مسموح لنا نفوت أكثر، ولكن يعني الذي يجمعهم هو الكرة. هذه الرسالة التي وصلت أو التي تريد قطر من هذا المونديال أن توصلها، أن الحياة الرياضية والثقافة الرياضة هي التي تجمع بين الفرق. ما بعرف إذا إلى أين يمكن أن نصل في النقطة الأخيرة قبل دخول ليس، ولكن ليس هل يمكن أن نتحدث إلى بعض المشجعين الأمريكيين بما أنهم قطعوا مسافة طويلة للوصول إلى الدوحة؟ إذا كان يعني أي صحيح. من المشجعين حولك؟ سأحاول، نعم ليال، سأحاول أن أصل إلى أحد المشجعين الأمريكيين، قد يكونوا في الجهة الأخرى. هناك أمريكيون، نعم. Excuse me. Hi. Where are you from? Hey, we're from Texas. When did you arrive? And when did you arrive from Texas here for the? We got here last Friday. Last Friday. هم وصلوا من تكساس الخميس الماضي، الجمعة، يوم الجمعة الماضي. When are you leaving? Are you staying to the end? We're leaving Friday night. Oh, I wish I was staying till the end. So was it easy to arrive to Qatar for Very the easy. World Cup? Very easy. So where do you stay here in Qatar? We're staying on the cruise ship. نعم، هما أتوقع إخوان. Are you brothers? Yes, we are. نعم، يشبه بعضهم البعض. هما أخوان من تكساس، وصلوا إلى هنا ويقيمون على متن باخرة خصصت للذين يأتون هنا لمشاهدة المباريات وتشجيع منتخباتهم. Was it easy to come from Texas directly Absolutely. To Qatar? Oh, well, we had to stop in London, unfortunately, but it was easy to get to Qatar. اوكي نعم، هم وصلوا من تكساس عبر لندن، وكانت الرحله سهله للوصول الى قطر. How are you supporting the US team? Oh, by supporting by being here. Absolutely. Yeah. So we're being here, we're it's French, okay, but we're French and American, so we got two teams to support and we're blessed okay, to be here. نعم، يقول هما من أصول أمريكية فرنسية، وهم طبعا يحاولوا دائما دعم. نلاحظ ذلك على القميص، هناك الديك الفرنسي وهنا USA، القميص الذي يرتدي المنتخب الأمريكي أو القميص الرسمي للمنتخب الأمريكي. ونشاهد لاعبي المنتخب الأمريكي على العلم الذي يحملون، علم الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأجواء هنا، وسوف نشاهد يعني شاهدنا ليال الكثير من قوات الأمن، من قوات الخاصة التي تقوم بحراسة الملاعب، ولاحظنا أن الكثير منهم هناك سيدات، هذه لم ألاحظها من قبل، هناك سيدات يقمن بالحراسة بشكل على
شكل دوريات من 6 أو 7 أشخاص يقوموا بالتجوال حوالي الملعب أو في ساحات الملعب الخارجية. وكما شاهدنا أيضا هناك هتافات، وشاهدنا أيضا ما لفتني أن بعض الفتيات يحملن صور معتقلين في السجون الإيرانية ويطالبون بالعدالة لهؤلاء الأشخاص عبر طبعا تلك اليافطات. صورنا بعضا منها قبل قليل، قبل ساعة من الآن. وطبعا شاهدنا كذلك صورة محسا أميني وكذلك يعني أشخاص آخرون، والكثير منهم تمثال الحرية جاء إلينا وإلفيس بريسلي. Where are you from? United States, Greenville, North Carolina. North Carolina. Yeah, North Carolina too. I've got a wonderful woman who will come across the world with me to go watch the U.S. play. And she looks like Liberty, doesn't she? يعني هذه الأجواء. تعرفوا إحنا عادة الأمريكان لما يكونوا في مباراة هو أكثر من الرياضة، هي الشو أو العرض الذي يقام. فالكثير منهم شاهدنا ملابس غريبة حضرت إلى هنا يرتدي طبعا الأمريكان، وكذلك يحملون لافتات غريبة. والبعض منهم تخيل ليال أتوا على دراجات هوائية من وسط الدوحة إلى هنا لمشاهدة المباراة. نعم. وإذا يعني تجولنا في مناطق أخرى سوف نحاول، دعيني أحاول محاولة ولو مرة، محاولة الدخول بالكاميرا مع أنه ممنوع، بس خلينا نجرب. جوليان بس حاول. نعم. هذه الأجواء. نعم ليال، هذه الأجواء بتكون يعني حلوة أنه نفوت. نعم، هذه الأجواء التي نشاهدها اليوم هي أجواء المهرجان، وهذه الحراسة التي يعني يقوم تفتيش كل شخص يأتي إلى هنا ومن ثم يدخلون هذا الملعب. نحن الآن في ساحة الملعب، دخلنا، شفتي زبطت معنا يا ليل. زبطت معنا يا ليل. إذا دخلنا في المناطق نعم، هنا نشاهد أجواء أخرى. هنا شاشة عرض تقوم بعرض المباراة للذين يقفون هنا، وهناك أشخاص من جنسيات مختلفة يأتون إلى هذا المكان. هناك من طبعا الكثير من الجوالات يقومون بتصوير الساحة وتصوير مبنى الملعب الذي نشاهد على خلف الصورة. على ما يبدو محاولتك تم إفشالها يا ليث. طيب خلينا نجرب، برك طلعنا على المدرج، خلينا نجرب إذا معنا وقت. هنا طبعا نشاهد من يتصورون صور تذكارية هنا في الملعب، وهناك طبعا مشجعون إيرانيون، والكثير منهم يحمل يافطات بأسماء أبطال كرة القدم في إيران، كريمي وغيرهم. وإذا إذن إلى هنا على ما يبدو انتهت رحلة الزميل ليث، أو عاد إلينا. يعني آمل أكون عندنا وقت. ليث سنكمل معك إذا كنت قادر على الدخول. نعم، حنحاول الدخول إلى ساحة الملعب. جوليان، on va essayer d'entrer sur le stade. Si ça marche. نعم. وهناك طبعا البوابة رقم 11 التي لا أعلم أين تؤدي هذه البوابة، ولكن يعني على الأقل ما يحدث يعني انظري إلى هذا الشخص. إذن ليث سنكتفي بهذا القدر، في حال استطعت الدخول انقل لنا أجواء المباراة من الداخل واستمتع بها ليث. شكرا لك موفد العربية ليث بزاري من الدوحة على هذه الصورة. أهلا بكم من جديد. نددت ألمانيا ودول غربية بالقصف الروسي لمنشآت الطاقة الأوكرانية بهدف تدميرها، حيث وصفت برلين تلك الضربات الروسية بجريمة حرب يجب أن تتم محاسبة موسكو عليها. بدورها شددت وكالة الطاقة الدولية على أن روسيا خسرت أوروبا كأكبر عميل لها في مجال الطاقة بعد حربها الأخيرة وتركيز قصفها على البنية التحتية في أوكرانيا،
ولأن الشتاء سيكون قاسيا بدون الطاقة، تتركز الجهود الغربية الآن على دعم كييف بمزودات ومشغلات الطاقة، حيث أعلن الناتو تسليم أوكرانيا قطع غيار ومولدات طاقة لتعويض البنية التحتية المدمرة. ومن المرجح أن تقدم واشنطن منفردة أيضا دعما كبيرا لكييف في مجال الطاقة. إذن حراك دولي مكثف سيما من حلفاء كييف لمساعدتها في تدارك النقص والأزمة في مجال الطاقة، سواء عبر دعمها بالغاز والكهرباء أو مساعدتها في النهوض مجددا عبر إصلاح منشآتها التي دمرها القصف الروسي. بدورها تبذل أوكرانيا جهودا حثيثة لاستعادة التيار الكهربائي بشكل كامل بعد نحو أسبوع من موجة ضربات صاروخية روسية ألحقت أضرارا جسيمة بمنشآت للطاقة في أنحاء البلاد. ومع استمرار الضربات الروسية على البنى التحتية في أوكرانيا، أعلنت كييف أن القصف الروسي استهدف البنية التحتية في مقاطعة دنيبرو جنوبي البلاد. فمن الطاقة إلى مصادر مياه الشرب، بدأت موسكو توسع أهدافها داخل أوكرانيا، إذ إن الضربات استهدفت أيضا مضخات المياه في ميكولايف التي تمر عبر خيرسون جنوبا. وعلى ذكر خيرسون، أعلن الحاكم الإقليمي للمدينة أنهم استطاعوا حتى الآن تأمين فقط 17% من الكهرباء للمشتركين، مشددين على أن إعادة التيار لباقي المناطق سيتم قريبا بشرط عدم استهداف المزيد من البنية التحتية من قبل روسيا. قبل ذلك أنذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مواطنيه بأسبوع آخر من الظلام والبرد، متوقعا مزيد من الضربات الروسية المتركزة على منشآت الطاقة في البلاد. وقال زيلينسكي إن رد موسكو على فشلها الكبير على أرض المعركة سيكون بإلحاق المزيد من الدمار بالبنية التحتية لأوكرانيا، مشددا على أن موسكو ستقصف بلاده حتى نفاذ صواريخها. من جهته شدد وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا على أن بلاده بحاجة ملحة إلى محولات كهربائية، فضلا عن دفاعات جوية محسنة لصد الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية للطاقة. من كييف ينضم إلينا حذيفة عادل مراسل العربية. حذيفة، كيف هي الصورة هناك يعني مع موجة الثلوج التي عمت البلاد؟ تحياتي ليال. يعني الصورة تتحدث عن نفسها، يعني الوضع حار جدا في جميع أنحاء أوكرانيا، في جميع المدن الأوكرانية بلا استثناء. طبعا اليوم لابد أن نتحدث عن الاجتماع الذي يعني التأم في بوخارست، الذي ضم وزراء خارجية حلف الناتو، والذي كان أحد أهم هذه الأجندة التي تم نقاشها هو مواصلة المساعدات للدولة الأوكرانية، سواء كان على الصعيد العسكري أو لأنظمة الطاقة في أوكرانيا التي تواجه وضع حرج جدا. طبعا كان من المفترض أن يشارك في الاجتماع الرئيسي ديمتري كوليبا وزير الخارجية الأوكراني، إلا أن المجر طبعا تقدمت بطلب ورفضت أن يشارك بصفة رسمية في الاجتماع الرئيسي. وطبعا بناء على هذا الطلب لم يشارك، أو تم حظر مشاركة وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، إلا أن يانس ستولبرغ وهو الأمين العام قام بإجراء أو قام بتجهيز بعض الاجتماعات لوزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا على هامش هذا الاجتماع الرئيسي. عقد عدة اجتماعات مع وزراء خارجية بعض الدول، وكانت نتيجة ذلك مزيد من المساعدات. طبعا شدد ديمترو كوليبا على أن وتيرة وصول المساعدات إلى أوكرانيا هو الأهم الآن، إذ أن المساعدات تصل بوتيرة بطيئة، وذلك يعني يجعل المشكلة تحل في زمن أطول. أيضا طبعا المعدات الأساسية أو الرئيسية لإصلاح نظام
نظام الطاقة هي الأهم بالنسبة للجانب الأوكراني بالإضافة إلى المعدات. نعم. موضوع الطاقة وإصلاح نظام الطاقة وإعادة الكهرباء، خصوصا أننا نتحدث عن الملايين اليوم يعني بظل هذا الطقس البارد، كيف ستستطيع كيف الصمود؟ كيف ستستطيع؟ لا يعني لم أسمع. كيف ستستطيع كيف الصمود اليوم وتأمين مستلزمات الطاقة؟ نعم، اولا هنالك مساعدات بالفعل قد وصلت الى الجانب الاوكراني. ابتدات اول الدول كانت فرنسا التي ارسلت معدات صيانه ومعدات هامه لاستعاده التيار، ولكنها لا تكفي طبعا. بعد ذلك طبعا اعلنت الولايات المتحده الامريكيه عن 53 مليون دولار خاصه بمعدات الطاقه ولاستعاده نظام الطاقه في الدوله الاوكرانيه. ايضا طبعا تم حث جميع دول حلف الناتو بمواصله الدعم واستمرار الدعم بمزيد من الدعم لنظام الطاقة. أيضا لا بد أن نتحدث عن الدفاع الجوي الذي تطالب به أوكرانيا دائما. يبدو أن هنالك الآن حديث اليوم في هذا الاجتماع الهام، كان هنالك حديث عن أنه يجب أن تكون هنالك أفضلية ولو جزئية لأوكرانيا في الجو، الذي هذا الأمر الذي تفتقده تماما كييف في هذه المعركة. يبدو أن هنالك الآن نقاش يدور، حتى الآن لم يتخذ القرار، ولكن هنالك نقاش حول تزويد أوكرانيا قد يكون بطائرات F-16 أو بطائرات ميج 29 أو بنظام باتريوت الأمريكي للدفاع الجوي، أو أنظمة الدفاع الجوي هي أقل بذلك وأقل يعني فعالية من ذلك. ولكن الآن تم الاتفاق على أنه لا بد من أن يكون هنالك، حتى ولو في المناطق الخاصة بالطاقة، أن يكون هنالك نظام دفاع جوي. شكرا لك حذيفة عادل على هذه الرسالة من كييف وسط تساقط الثلوج. شكرا لك حذيفة. ينضم إلينا عبر سكايب من كييف فلوديمير شوماكوف الدبلوماسي السابق. أستاذ فلوديمير، وسط كل الدعم الغربي بالأسلحة، اليوم موسكو تستعمل سلاح البرد، هل تعول روسيا على هزيمة أوكرانيا بالثلوج؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة من أوكرانيا. نحن في أوكرانيا نقول أفضل بدون كهرباء من أن نكون عبيدا، ولذلك بصراحة داخل أوكرانيا موجود أكيد صمود لا توجد هلع عند سكان أوكران، وخاصة في كييف وخاصة في محافظة خرسون إن كارثة بصراحة. بصفة عامة مهم جدا لأوكرانيا أولا هذا حصول من غرب المساعدة العسكرية، يعني أنظمة دفاع جوية في أقرب الوقت. بعد هذا أكيد نحن كمان نحتاج معدات كهربائية، ولكن للأسف شديد مساعدة من غرب تمشي لأوكرانيا بالبوت جدا. إن معروف بأن روسيا بدأت قصف كل بنية تحتية أساسية وللطاقة منذ تقريبا شهرين تقريبا. نعم، وإعادة البناء كل هذه البنية التحتية للطاقة وتركيب معدات كهربائية جديدة تحتاج إلى الوقت، للوقت طويل. وللأسف شديد عندنا داخل أوكرانيا موجود حذر من سلطة أوكرانية بأن من الممكن سوف تكون انقطاع كهرباء على مدة طويلة حتى مدة أستاذ فلوديمير، أنتم تعلمون أن موسكو عولت بكثير من حروبها بالحرب العالمية الثانية بالقرن التاسع عشر على موضوع الطقس والبرد، حتى أن النازيين كانوا يسمونه جنرال جليد. اليوم يعني لماذا لم تأخذ كييف بالحسبان هذه النقطة قبل دخول موسم الشتاء؟ والله بصراحة كان صعب تنبؤ روسيا في 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 هذا المجال، لكن نحن نشهد بأن روسيا ابتزت أوكرانيا ليس فقط بتجميد، وهي كمان ابتزت أوكرانيا حتى بأسلحة نووية وتسريب الأشعة من محطة نووية زاباريجيا، وسوف تكون أمامنا في مستقبل لتحديات مختلفة من روسيا ليس فقط تجميد. ولكن للأسف شديد صحيح أوكرانيا لم تكون مستعدة في هذا الحرب، في حرب إن روسيا سوف تستخدم برد مثل سلاح ضد أوكرانيا. وللأسف شديد أنا أعتقد شخصيا بأن هذا الشتاء هي سوف تكون طويلة وصعبة لشعب أوكراني. شكرا لك أستاذ فلوديمير شوماكوف الدبلوماسي السابق، حدثتنا من كييف.
ما يزال أهالي بلدة كويسنجق بكردستان العراق متخوفون من احتمال تجدد القصف الصاروخي والمدفعي الإيراني على المنطقة التي تتخذ منها أحزاب كردية إيرانية معارضة مقرا لها، فيما ندد كريم فرخابور أحد قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بقصف الحرس الثوري لمواقعهم، مشددا على أن الأحزاب والفصائل الكردية لم تنفذ أي هجوم من هذه المقرات على إيران، فلذلك القصف غير مبرر وفق القيادي الكردي، والذي أضاف أن النظام الإيراني بقصفه لإقليم كردستان يحاول تشتيت الانتباه عن ما يجري من احتجاجات داخل إيران. إلى جانب توجهها القومي وبعضها اليساري، تشجع هذه الفصائل والأحزاب الكردية الإيرانية القيم النسوية في صفوفها، وغالبا ما تقدم نفسها على أنها أحزاب اجتماعية ديمقراطية. على رأس هذه الأحزاب يأتي الحزب الديمقراطي الكردستاني فرع إيران، وهو أقدم حزب كردي إيراني، ويؤكد أنه يكافح من أجل تجسيد حقوق الأكراد القومية في إطار إيران فيدرالية وديمقراطية. أما عن واقع انتشار قواعده الشعبية في الداخل الإيراني فتتركز على كردستان إيران، حيث مدن مهاباد وسقز ومريوان وكاميران وسردشت، وهناك أحزاب كومالا أو حزب كومالا الكردستاني ذات توجه يساري قومي، لطالما نادى بإنشاء دولة كردستان إيران، ويمتلك معسكرات ومقار عسكرية في إقليم كردستان على بعد 100 كيلومتر من الحدود مع إيران. وتتركز قاعدته الشعبية في الداخل الإيراني بالمناطق الكردية، لسيما في مهاباد وسقز وسردشت وأوريميا وأطرافها. ومن بين الفصائل الأخرى التي استهدفت خلال الأشهر الأخيرة بالقصف الإيراني، حزب الحرية الكردستاني الذي يضم مقاتلين شاركوا في معارك ضد داعش بكردستان العراق، وينتشر بقوة في مناطق إيلام وسنة ومهاباد وميروان وكرمانشاه وسقز وأورميا وسردشت في الداخل الإيراني. وهناك أيضا الحزب الديمقراطي الكردستاني في كردستان إيران بزعامة خالد عزيزي، ويعتبر الحزب منشقا عن الحزب الأساسي وهو الديمقراطي الكردستاني إيران، وهو الآخر أيضا يمتلك قاعدة شعبية كبيرة في الداخل، لسيما في ماريوان ومهاباد وسردشت وسقز وكاميران وأورميا. للجماعات والأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة وجود قديم في إقليم كردستان العراق، وذلك منذ ثمانينيات القرن الماضي خلال الحرب العراقية الإيرانية، وكانت بمباركة صدام حسين. لكن مقار هذه الأحزاب وقياداتها لطالما كانت بمرمى الأهداف الإيرانية وقصفها منذ ذلك الوقت، بالرغم من تخليها عن نشاطها المسلحة وأنشطتها المسلحة وتركيزها فقط على العمل السياسي، بالرغم من أنها تمتلك أسلحة ولديها مقاتلين ومعسكرات في إقليم كردستان العراق، إلا أن الأحزاب الكردية الإيرانية لا تستطيع الرد على القصف الإيراني، والسبب هنا مانع
وحاجز من داخل الإقليم نفسه، إذ إن التفاهم بين هذه الأحزاب الكردية الإيرانية والحزب الحاكم في إقليم كردستان بزعامة مسعود بارزاني ينص على السماح بوجود هذه الأحزاب مقابل عدم انخراطها في عمل عسكري ضد جيران الإقليم لتفادي زعزعة علاقة الإقليم مع إيران وغيرها. وتجمع روابط تاريخية بين أقليم كردستان العراق وكردستان إيران في شمال غربي البلاد، إذ يتحدث سكان المنطقتين اللهجة الكردية نفسها، وكثر من بينهم لديهم أهل وأقرباء من طرفي الحدود بين البلدين. ينضم إلينا من إربيل الدكتور سربست نبي، أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة كويا. أستاذ، يعني من المعلوم بأنه بالآونة الأخيرة إيران تضغط على السلطات الرسمية بكردستان لإما وضع المقاتلين بمعسكرات أو إيقاف عدد منهم والحد من أنشطتهم السياسية وغيرها. هل ممكن أن تخضع السلطات هناك للضغوط الإيرانية؟ مساء الخير. اسمحي لي بداية نقوم بتصحيح بعض العناوين في المانشيت، ويبدو أنها مستقاة من معلومات قديمة. أولا، لم يعد هناك حزبان ديمقراطيان برئاسة السيد خالد عزيزي ومصطفى هجري. الآن الحزبان توحدا قبل شهرين من الآن تقريبا برئاسة السيد مصطفى الهجري ونائبه الأستاذ خالد عزيزي. أيضا حزب كوملا الجناحان المنشقان توحدا قبل 4 أيام، بحيث بات هناك حزب ديمقراطي كردستاني موحد وحزب كوملا أو حزب كادحي كردستان واحد بقيادة واحدة. هذا بالنسبة لتصحيح المعلومات التي وردت في مقدمة التقرير. الضغوطات لم يكف النظام الإيراني عن ممارسة الضغوطات منذ عقدين من الزمن على حكومة الإقليم، وعلى الدوام كانت تطالب بتسليم المعارضين. وقد ذكرتم في التقرير أن الأحزاب الكردستانية الإيرانية التزمت منذ التسعينات، من بداية تأسيس الحكومة المحلية الكردية، بوقف النشاطات العسكرية انطلاقا من أراضي الإقليم لأسباب أمنية وجيوسياسية. الآن النظام الإيراني يمارس مزيد من، أنا أستاذ في جامعة كويا كما تعلمون، وكويا هي نفسها كويسنجق. نعم. وسبق وأن تعرضنا في أكثر من مرة إلى قصف إيراني مباشر بالصواريخ وبالطائرات المسيرة، وهذه الأماكن المعروضة أنا زرتها أعرفها تماما، معرضة للدمار والخراب. نعم. النظام الإيراني ليس المرة الأولى التي يقوم بها بقصف هذه الأماكن، يعرض حياة المدنيين في الأصل. طيب. الكرد الإيراني هم مئات الآلاف على أراضي الإقليم. نعم. يتجمعون في معسكرات خاصة تحت إشراف منظمات دولية ورقابة دولية، وليس لديهم أي نشاط أمني أو عسكري سوى النشاطات السياسية. نعم. لكن النظام الإيراني وخشيته من دور مستقبلي من تصاعد الانتفاضة. نعم. 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 وخشيته من تصاعد الانتفاضة وتمركزها في كردستان إيران، تحاول أن تمارس الضغوط كي ينعكس الأمر في الداخل. شكرا لك دكتور، يعني انتهى الوقت، كان بودي أن نكمل. شكرا لك دكتور سربست نبي، أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة كويا. نشرت قناة إيران انترناشونال تسريب صوتي لأحد قادة قوات البسيج يظهر هلع النظام الإيراني من الاحتجاجات التي عمت المدن الإيرانية، فلنتابع. ما
مشاهدينا بالعودة إلى أجواء الرياضة، يبدو أن الأجواء في ملعب الثمامة حماسية جدا قبيل انطلاق لقاء الولايات المتحدة وإيران. سأعود إلى هناك مع الزميل ليث بزاري. ليث، كيف أصبحت الصورة من هناك وكيف كان الدخول إلى داخل الملعب؟ يعني الدخول كان صعب يا ليال بسبب بسيط، انه اليوم كما قلنا قبل قليل في المباشر انه يوجد حراسه كبيره وانه يوجد كيو ار او مسح كود خاص لدخول المباراه، وكل شخص يريد ان يدخل يجب ان يتبع هذه الارقام، والحراسه الزائده هي التي تكون عاده بسبب طبعا تنظيم مقاعد المشجعين، يعني المقاعد على يمين البوابه الرئيسيه هي للأمريكيون، والمقاعد على اليمين الأيسر للبوابة الرئيسية للإيرانيون، ولذلك يعني هنا كانت العقبة أمامنا. وسبب آخر أن الكاميرا، تعرفون كيف يمكن يعني حقوق نشر الصور خصوصا دخول استاديوم أو الملعب هنا في 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 مونديال قطر، ولكن يعني إذا شاهدنا في عمق الصورة نشاهد بعض الذين حضروا فقط لمشاهدة، يعني يوجد شخص أمريكي يوجد شخص أمريكي يحاول الدخول حتى يعني لتشجيع منتخب بلده، والكثير من الذين حضروا نشاهد نرصد ذلك منذ بداية المونديال أنهم يأتون إلى هذه المنطقة على أمل أن يعني يستطيعون الدخول إلى داخل أستاد ومشاهدة أو رصد لعب منتخبهم أو المنتخب الذي يشجعون. يعني شفنا كمان هناك الكثير من الطائرات التي تحلق، طائرتان مروحيتان تحلقان في أجواء المنتخب. وقبل قليل عندما دخلنا هذه القصة الطريفة تركنا الترايبود أو علبة التي توضع فيها الستاند الكاميرا تركناه في الخارج، وإذا برجل السيكوريتي وهو رجل بريطاني طلب رجال الأمن، قال لي حرفيا المباراة بين إيران وأمريكا وأنت تركت هذا الصندوق هنا، هذا خطر جدا. طبعا بعد ذلك عندما حضرت يعني تداركنا الأمر وانتهت الموضوع بسلام الحمد لله. ولكن إذا تكلمنا عن يعني أجواء المونديال وخصوصا هذه المباراة بين إيران والولايات المتحدة، شاهدت كثير. يعني ما لفتني شيء هو يوجد حفلة موسيقية للدي جي أمريكي هنا، وإذا بالكثير من الإيرانيون يقبلون على سماع موسيقاه والرقص مع هذا الدي جي، فهذا شيء جميل أن يجمع يعني المونديال أو مونديال قطر 2022 أشخاص يجتمعون حول الموسيقى والرياضة. وهناك طبعا شاهدنا برضو رصدنا أثناء دخول المشجعين إلى الملعب إلى الاستاد، رصدنا أن هناك كانت بطريقة مرحة طبعا من يقول أمريكا ومن يقول إيران في نفس الوقت، فالهتافات كانت تمتزج عند دخول الملعب، والبعض منهم تبادلوا. نعم. يعني شاهدت سيدة تحمل العلم الإيراني وهي أمريكية ورجل إيراني يحمل العلم الأمريكي وهم داخلون وهم يدخلون إلى استاديوم. شكرا لك ليث على هذه الرسالة. طبعا صوت المروحية. نعم يعني سنكون معك طيلة هذه الليلة بمتابعة كل مجريات هذه المباراة. شكرا لك ليث بزاري. مشاهدينا فاصل قصير ونعود إلى التاسعة. أهلا بكم من جديد. أكدت أحدث التقارير العسكرية التي نقلتها صحيفة لو فيغارو الفرنسية أن كوريا الشمالية تعتمد أساليب غير مشروعة لتمويل تصنيع وإطلاق صواريخها البالستية وآخر الطرق القرصنة وسرقة الملايين من العملات المشفرة. فلنتابع. قرصة!
صواريخ كيم جونغ أون النووية وقودها رقمي مشفر، فخلف هذه التجارب المكثفة تقف آلاف القطع من بيتكوين وشبيهاتها. بيونغ يانغ التي تتفخر بامتلاكها حوالي 1000 صاروخ باليستي لم يسبق لها أن أطلقت هذا الكم من الصواريخ كما العام الحالي. أكثر من 75 صاروخاً، 23 منها أطلقتها في 2 نوفمبر الجاري وحده. ورغم أن تكلفة تصنيع هذه الصواريخ وتجريبها قد تكون أقل تكلفة في كوريا الشمالية مما هي عليه في بلدان أخرى، إلا أن صحيفة لوفيغارو الفرنسية قدرت تكلفة الصواريخ التي أطلقت هذا الشهر بين 50 و75 مليون دولار، وهو مبلغ ضخم بالنسبة لبلد معزول ومستهدف بالعقوبات. لكن للزعيم الشمالي وقراصنته رأي آخر. عام 2014 قام قراصنة كوريون شماليون يعرفون باسم لازاروس باختراق بيانات شركة سوني بيكتشرز انترتينمنت اليابانية، ونفذوا مئات اختراقات الفدية حول العالم. المجموعة نفسها كانت وراء سرقة هائلة للعملات المشفرة بعد أن اخترقت شبكة رونن للدفع الرقمي المستخدمة في لعبة أكسي إنفينيتي، وسرقت ما يعادل 615 مليون دولار من العملات المشفرة. الأمر تكرر عامي 2019 و2020، فوفقاً لخبراء الأمم المتحدة استطاع قراصنة بيونغ يانغ سرقة ما يفوق 315 مليون دولار من الأصول الافتراضية. أما هذا العام فيقدر ما سرقه القراصنة الكوريون الشماليون بمليار دولار من العملات المشفرة. هجمات إلكترونية تمنح كوريا الشمالية طريقة رخيصة لكسب الكثير من المال. تنضم إلينا عبر زوم من واشنطن آني فيكسلر، الباحثة في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. أستاذة آني، يعني السرقة لتمويل برنامج الصواريخ والبرنامج النووي طبعا لتخفيف بعض الضغوط الاقتصادية والعقوبات، لماذا هذه البراعة بالسرقة وهل تكفي لتمويل هذا البرنامج؟ شكرا جزيلا على استضافتي. كوريا الشمالية باتت دولة معروفة في عمليات انتهاك هجمات سبرانية من أجل تمويل برامجها النووية وبرنامجها الصاروخي، فضلا عن برامجها الخبيثة الأخرى، وهذا بات جزءا لا يتجزأ من أمدادات تمويل النظام في ظل القطيعة التي يعيشها. وهناك جملة من العقوبات متعددة الأطراف التي فرضت على النظام ما حدا به لاستخدام الهجمات السبرانية لتعويض العجز في الميزانية. نعم، يعني نحن نتحدث عن مبالغ كبيرة تم سرقتها عبر السنوات الماضية منذ عقد من الزمن. لماذا يعني ما زالت هذه الأساليب يعني يستطيعون استخدامها وبهذه الكثرة؟ إن العمليات السبرانية في كوريا الشمالية لا تحظى بالانتباه المطلوب كما هو الحال بالنسبة لروسيا والصين. هذا يأتي جزءا من أن عمليات كوريا الشمالية قد يكون لها طابع إجرامي في توجهاتها فيما يتعلق بجمع الأموال، وسوف تحمل في طياتها تداعيات أمنية، لكنها مختلفة عن العمليات التي نراها من قبل روسيا والصين التي تهدد من خلالها أمن أمريكا القومية. وأن كوريا الشمالية تركز في المقام الأول على التمويل، لذا لا تحظى بالانتباه الأمني المطلوب، لكنها يجب أن لا تذهب دون أن تلاحظ. نعم، يا زعيم كوريا الشمالية دائما ما يقول أن هدفه امتلاك أكبر قوة نووية وباليستية حول العالم. اليوم بما أن يعني الإدارة تعلم مصادر التمويل وسط كل الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها النظام، لماذا لا يتم الضغط على مصادر وتجفيف مصادر التمويل؟ وهل ممكن أن تكفي هذه العمليات لكي تصبح كوريا من أعظم القوى النووية؟ It
لعلي أقول أن إدارة بايدن تحاول أن تقوم بحد قدرات كوريا الشمالية لشن عمليات إطلاق صواريخ نووية، وكذلك أيضا تسعى لمجابهة جملة من العمليات التي تقدم عليها روسيا والصين بذات الطابع، وذلك في نطاق واسع من العمليات السبرانية. لكن الفارق يكمن بأن الأمر قد يكون أكثر صعوبة في قطع التمويل، لأن هذا قد يقوض ويحد من قدرة كوريا الشمالية في الانخراط في عمليات غسل أموال أخرى وابتعادها عن النظام المالي العالمي، إذ أن هناك تاريخ كبير للعقوبات المالية والتواطؤ بين المصارف الخاصة في كوريا الشمالية. لكن هذا الأمر قد يكون مختلفا في العملة المشفرة بقدر ما هو أن العلاقة التي تتسم بها تلك المؤسسات قد لا تكون واضحة على الصعيد الأنظمة المالية التي تسعى بالابتعاد عن مراقبة الولايات المتحدة وغيرها من الدول، إذ هناك الآن تفاهم بشأن الحاجة لحد عملية غسل الأموال. شكرا لك آني فيكسلر، الباحثة في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، حدثنا من واشنطن. في سوريا أعلنت الأمم المتحدة عن وصول أول دفعة من لقاحات الكوليرا إلى دمشق، وقالت المنظمة في بيان لها إن شاحنات تحمل مليوني جرعة من لقاح الكوليرا الفموي وصلت إلى العاصمة السورية دمشق للاستجابة للانتشار المتسارع للوباء بعد الإبلاغ عن عشرات الآلاف من الحالات. وبحسب البيان فإن اللقاحات ستستخدم في حملة تحصين تبدأ في 4 ديسمبر المقبل، تشمل الفئات الأشد ضعفا ضمن المحافظات الأكثر تضررا وعلى رأسها حلب والرقة والحسكة ودير الزور. حرب مصغرة أو استباقية شنها إيلون ماسك مالك تويتر الجديد على شركة التكنولوجيا العملاقة أبل، ليفجر مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه أن الأخير قد توقف التطبيق من متجر أبل ستور. فهل تستطيع أبل القيام بذلك؟ أمر سهل للغاية، وماسك نفسه يعرف ذلك، وهذا ما دفعه للتهديد بتصنيع هاتف جديد ينافس أبل وجوجل إذا ما قاموا بحذف تويتر من متاجر التطبيقات. أبل فعلتها سابقا، فقد حظرت في يناير عام 2021 تطبيق بارلي الذي كان يعتبر موطنا للمحافظين من الحزب الجمهوري وملاذا لأنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وبررت قرارها هذا الذي جاء آنذاك قبل أيام من اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول الشهير في واشنطن بأن التطبيق انتهك قواعد أبل وروج للعنف والكراهية. هذا يعني أن أبل لديها الحق، أو يمكنها على الأقل حظر تويتر، لكن المسألة ليست بهذه البساطة مع تطبيق قوي وفعال مثل تويتر، لأن حظره قد يفتح جدلا ونقاشا قانونيا واسعا ومحتدما في الولايات المتحدة وغيرها طبعا من البلدان، وقد يدفع حتى إلى الكونغرس للتدخل. نهاية التاسعة مع العناوين. نظرا للوضع الجيوسياسي بين البلدين، قررت السلطات القطريه بالتعاون مع الفيفا بتكثيف اعداد قوات الامن والحمايه المدنيه. اجراءات امنيه مشدده داخل ملعب ثمامه وخارجه قبيل لقاء المنتخبين الامريكي والايراني. الشتاء يجبر الناتو على التدخل في اوكرانيا، قطع غيار ومولدات لتعويض نقص الطاقه. طهران تستغل اتفاقا أمنيا بين أربيل وأحزاب إيران الكردية يمنعها من الرد على صواريخ الحرس الثوري. بيونغ يانغ تستخدم العملات المشفرة لتمويل برنامجها الصاروخي عبر قرصنة ملايين الدولارات الرقمية.
مشاهدينا التاسعة انتهت، لكن أخبار العربية مستمرة كما كل ليلة. والآن إلى 360 مع الزملاء راوية وطاهر. راوية وطاهر، ماذا لديكم الليلة؟ أهلا ليال. أهلا بك ليال. سنتحدث عن الغضب العارم الحاصل الآن في إيران بعد انتحار ما يسمى بطفل العمامة، وكذلك الأغلبية الجمهورية في الكونغرس الأمريكي ترد على بايدن وتقول له في موضوع أوكرانيا على الأقل لن نوقع شكا على بياض. كوني معنا. تفضلوا.